كان كل مرة يعني كل فترة شوية شوية كنبقاو كنكبروا والناس كيعرفونا أكثر، الناس كيهضروا علينا. وطبعا ما ننكرش أنه الحجاب خلى بزاف ديال البنات اللي بالأخص البنات اللي محجبات يتعرفوا عليا ويوليو كيتابعوني. فكنظن أن حتى من بعد الشهرة ديالي تزاد، يعني تزاد الشهرة ديالي في المغرب. بزاف ديال الحوايج ولات عندي مسؤولية، عندي واحد البيبي اللي خاصني نفكر، يعني أي خطوة بغيت نخطيها خاصني نفكر 100,000 مرة قبل ما نخطي هذيك الخطوة. والله يخليه لي ويخلي لكم وليداتكم إن شاء الله. في البيبي كنت خايفة في الأول، حيتاش صغير ما عنديش تجربة من قبل هذا، كنت خايفة وكنت تنخاف عليه، تخنق في الليل، كنخاف عليه ما يرضعش مزيان. كان يعني كل أم كتدوز من هذه المراحل هذه، وشوية ديال الصهير وشوية ديال ليغاز ديالو زعما دوزوها عليا، كنت تنخاف عليه بزاف، ما كنبغيش يبكي، ما كيبغيش هذا. ف كل حاجه بحلاوتها، كل وقت غنبقى نتفكروا هذا الشيء نقولوا هذاك الوقت كانت لها حلاوتها. فالله يكبروا في عزنا يا ربي. مستقر في المغرب، هو انا استقريت في المغرب، ولكن عندنا الخدمه تما في الامارات ضروري خاصنا نمشي ونرجعوا. دابا غير حيتاش البيبي مازال صغير، داكشي باش ما قدرتش نمشي، كيمشي غير راجلي ويرجع. فان شاء الله البيبي يدير واحد 6 مو بحال هكاك ونمشي ونرجع، مي استقرار دائم كاين في المغرب. شكرا على هذا اللقاء الزوين، وفرحانه حيت جددت معاكم. ميرسي بوكو لكاع الناس اللي كيتفرجوا فيا. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.